من خلال المتابعات الدقيقة الأولى كانت تسديدة قوية للاعب يوسف القضيوي، والمتابعة لما تكون في مستوى تظهر بأن المنتخب الوطني المغربي بإمكانه الوصول إلى مرمى الحارس محمد زماموش. دائما يعني شاهدنا يوسف شيبو، يعني هناك محاولات جيدة هنا، محمد مديحي كان بإمكانه أنه يقوم بشيء آخر من غير التمرير لأن المرمى كانت فارغة. نعم، لأن دائما المحاولات التي تعتمد اللاعبين على الأطراف دائما تكون تشكل خطورة كبيرة. نعم، دائما فاش يكون اللاعبين خصوصا المدافعين ديال الفريق. نعم، هنا كانت محاولة خطيرة للمنتخب الجزائري، ثم رد فعل المنتخب الوطني بواسطة جواد ودوش، ولكن الكرة كترتطم بالعارضة، وقبل ذلك ربما الكرة كانت خرجت. هنا غنشاهدوا يعني الحركة ديال فتحي جمال، يعني حتى أنهم يستفيقوا اللاعبين من الغفوة ديالهم ومن النوم ديالهم، خصوصا محمد مديح المعروف بالمراوغات، معروف بالنجاعة الهجومية، وجرب سريعا هدف ولا أجمل ولا أروع ديال اللاعب محمد مديح. نعم، أنا بعد المدرب ما تكلم لحقاش كانوا الأوقات معتمد في المباراة على ثلاث لاعبين عن المحس الهجومي اللي هما يا القديوي وادوش ومديحي، ومن وراء مكي لاعب مزغودي. هاد اللاعبين ما كانوش عاملين الضغط على المدافعين ديال الفريق. نعم، هدف يعني يوسف اعتقد انه يستحق انه يتعاد اكثر من مره. ولاحظ معي انه هناك ربعه ديال اللاعبين اللي كانوا امام لاعب محمد مديحي اللي تمكن من التسجيل. دائما كانت هناك محاولات المنتخب الوطني المغربي، ولكن المنتخب الجزائري اصبح يعتمد على النهج ديال التسلل. هنا محاوله تمريره من وادوش، ويوسف القديوي ما استطاعش انه يوضع الكره في شباك وادوش، بغى يوضع المهاره ديالو امام محمد زماموش، ولكن الكره كتمشي بعيده على المرمى. ونهاية الجولة الأولى بهدف، ولكن تدخل الحارس فقروش. دائما يعني المحاولات كانت خطيرة جدا. نعم، حمزة كودري أنه كان بإمكانه أنه يوضع الكرة في الشباك. يعني بالمقابل محاولة ديال المنتخب الوطني المغربي، يعني لاحظ هنا يعني القديوي كان بإمكانه أنه يعمل بالكرة أحسن ما شاهدناه. دائما محاولات ديال المنتخب الجزائري، يعني بات الرغبة ديال اللاعبين الجزائريين في الوصول إلى المرمى، ونسيم داحوش يوضع الكرة في شباك الحارس كريم فقروش كما قلت. وفرحة كبيرة للطاقم التقني وبدلاء المنتخب الجزائري. مراد عيني وزماموش، عيني في التنفيذ ويسجل الكرة في زاوية، وزماموش في زاوية أخرى. الجزائري رقم 9 البديل المهدي بودار، المهدي بودار كريم 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 فقروش يصد، وبالتالي تضيع الضربة الترجيحية الأولى للمنتخب الجزائري. ممتاز كريم فقروش، تقدم الأسود بهدف 0. عبد الله هو في التنفيذ، عبد الله هو ينفذ وتضيع. تصدي نجح لمحمد لمين زماموش، لم ينفذ بالقوة الضرورية، وبالتالي تضيع فرصة التقدم. زماموش في التنفيذ والكرة نفذت بإتقان، وبالتالي التعادل. هدف لكل فريق، هدف لكل فريق بين المنتخبين المغربي والجزائري. محمد الحاج ومحمد لامين زماموش، ممتاز الحاج، ممتاز الحاج، وهدفين مقابل هدف واحد. ثقة كبيرة سجل محمد الحاج، رغم أنه محمد لامين زماموش تابع الكرة لكن لم يتمكن. مفتاح محمد ربيع وكريم فقروش، ربيع في التنفيذ، ممتاز ممتاز كريم فقروش، صد الكرة بنجاح كريم، ممتاز ممتاز كريم. ينزل مع محمد أمين زماموش، ممتاز ممتاز. نستمع ونترقب عبد الرحمن المساسي،
ثلاث أهداف مقابل هدف واحد. ثلاث أهداف مقابل هدف والترقب يرتفع أيضا. مسجل هدف نسيم دحوش سجل خلال 90 دقيقة. هل سيسجل؟ هنيئا للأسود، هنيئا للأسود بهذا التأهل للدور التصفي والأخير لمنازلة